ولمزيد من المعلومات ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور إسلام رأفت، أستاذ العمارة والتخطيط العمراني بجامعة حورس. دكتور إسلام، يعني حينما نتحدث عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دشن مدينة المنصورة الجديدة، وهي مدينة في الحقيقة تتوسط الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، هذا التجمع السكني الجديد وهذه المدينة التي تعتبر من مدن الجيل الرابع، كيف تصفها في هذه المساحة من الوطن؟ في الحقيقة المنطقة اللي اتعملت فيها مدينة المنصورة الجديدة هي منطقة بكر جدا ومنطقة واعدة جدا، منطقة في الحقيقة وجود المدينة فيها هيؤدي إلى نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خصوصا في مناطق شمال الدلتا. كمان هي هتؤدي إلى نقلة نوعية في السياحة في هذه المنطقة، خصوصا ان المنطقه دي الساحل الشمالي المصري عموما تمركز السياحه فيه هو في الجهه الغربيه. كلنا نعرف دايما انه السياحه الشاطئيه تحديدا يعني هي في الساحل الشمالي الغربي، اما الساحل الشمالي الشرقي ففي الحقيقه كان بيعاني. فكره ان يتواجد فيها مدينه من مدن الجيل الرابع في الحقيقه هو اضافه نوعيه الى نوعيه الخدمات اللي هتقدم لمواطني شمال الدلتا في الناحيه الشرقيه، بالاضافه الى ان هي كمان اضافه للمدن السياحيه وخصوصا السياحه العلاجيه. حضرتك تعرفي دايما انه المنصوره هي قلعه من قلاع الطب في مصر، صحيح. وبالتالي وجود نوعيه السياحه العلاجيه في مناطق زي مدينة المنصورة الجديدة هي تعتبر إضافة كمان لنوعية السياحة المتواجدة في مصر وهي السياحة العلاجية. نوعية الخدمات التي ستقدم في المنصورة الجديدة وما تعكسه من نهضة على المستوى الاجتماعي للمواطنين، وأيضا يعني في إطار توفير حياة كريمة لهم دائما. خلينا أقول لحضرتك أنه في مجموعة متنوعة من الخدمات، أولها هتبقى الخدمات السياحية زي ما قلت وخصوصا السياحة العلاجية. متوقع يكون في نوعية من المستشفيات اللي هتخدم مش بس المواطنين المصريين، ولكن يمكن استقبال مواطنين من الدول العربية ومن خارج مصر للإقامة وللعلاج في هذه المنطقة. النوعية الثانية من الخدمات هي الخدمات التعليمية. النهاردة المدينة دي اتأسست في مدة لم تتجاوز 10 سنوات، تحتوي على 4 جامعات. 4 جامعات ده في الحقيقة بيعتبر نقلة نوعية في مستوى التعليم في مناطق شمال الدلتا، وبالتالي في مجموعة من الخدمات السياحية، خدمات العلاجية، كمان الخدمات التعليمية، بالإضافة طبعا للنشاط الأساسي بقى اللي بتقوم بيه أي مدينة وهي استيعاب عدد كبير من المواطنين، وخصوصا في انه التمدد السكاني زي ما كان في العرض بتاع وزير الاسكان امام سياده الرئيس، انه منطقه الدلتا هي من المناطق اللي بتعاني من تضخم سكاني وعدم وجود ظهير يمكن اقامه عليه مدن، وبالتالي نوعيه الاسكان اللي هتوفرها مدينه المنصوره الجديده هي في الحقيقه هتفرغ من الكثافه السكانيه لمحافظات شمال الدلتا، وفي نفس الوقت هتؤدي الى وجود حياه بجودة مرتفعة لمواطنينا في شمال الدولة. حينما نتحدث عن المنصورة الجديدة فنحن لا نتحدث عن محافظة بعينها، فكما ذكرنا في بداية الخبر أنه يعني هذه المدينة هي تتوسط الدقهلية كفر الشيخ ودمياط، ما الذي سيكون له أثر على سكان الثلاث محافظات من وجود المنصورة الجديدة، ليس على المستوى السياحي فحسب لكنه أيضا على المستوى الخدمي والحياة اليومية؟ سؤال حضرتك مهم جدا، لأنه في الحقيقة الدولة في الفترات القليلة الماضية دي كانت بتستخدم المناطق الجديدة أو المدن الجديدة في نقل الخدمات من المدن القديمة. في الحقيقة خدمات المدن القديمة بتعاني لأكثر من سبب، أولها إن هي لم تكن مصممة لاستيعاب هذا الكم من المستخدمين ومن المواطنين. ثانيا إن هي أصبحت في داخل الكتل السكنية للمحافظات الثلاثة اللي حضرتك بتقولي عليها دي، اللي هي كفر الشيخ والدقهلية ودمياط. وبالتالي وجود نوعية الخدمات دي هيقدر يخلينا
نستوعب خدمات لم تكن تستطيع مناطق الخدمات في داخل المحافظات دي ان هي تقدمها. خدمات المدن الجيل الرابع بتتمتع بان هي خدمات ذكيه. الدوله في الحقيقه في السنوات الاخيره بتحاول ميكنه معظم الخدمات عشان المواطن ما يبقاش مضطر ان هو يطلع يروح يعمل البطاقه في السجل المدني ولا يعمل الرخصه في المرور، يجدد الرخصه في المرور، ولكن يقدر عن طريق الخدمات الرقميه الذكيه اللي بتقدمها مدن الجيل الرابع ان هو يستخدم قواعد البيانات ويستخدم الانترنت في ان هو يؤدي العديد من الخدمات. المدن القديمه مرافقها لم تعد تتحمل النوعيه دي ولا النقله التكنولوجيه دي، وبالتالي وجود مدينه زي مدينه المنصوره الجديده في وسط اقليم الدلتا هيخلي الخدمات بسهوله جدا تقدر تتنقل هنا، وبالتالي يقدر نستفيد بالاماكن العمرانيه اللي كان موجود فيها الخدمات القديمه ونحاول اعاده تاهيلها زي ما حصل في كتير من المحافظات، زي ما حصل في القاهره مثلا. صحيح. ان العاصمه الاداريه تم نقل وهو المقصود دائما من بناء هذه المدن لتكون متنفسا للمدن القديمه وتضيف ايضا شكل من اشكال جوده الحياه للمواطنين. بشكرك شكرا جزيلا دكتور اسلام رأفت استاذ العماره والتخطيط العمراني بجامعه حورس.